اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان من محافظة الاسماعيلية، بنواصل معاكم متابعة ماراثون الثانوية العامة. النهاردة بيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التاريخ والفيزياء في شعبتي العلمية والادبية. زي ما حضراتكم شايفين معانا في محيط المدرسة انتظار اولياء الامور، انتظار اولياء الامور لابنائهم خارج اللجان الامتحانيه. انتوا بتستنوهم كل لجنه؟ طبعا بنستناهم كل لجنه. بنتك علمي ولا ادبي؟ لا علمي. علمي؟ القلق بقى ده احنا قلقانين قوي قوي النهارده ومضطرين النهارده. طبعا من بدري واحنا صاحيين وبعدين طول الليل كمان ما نمناش، قلقانين قوي. يا ربنا معاهم يا رب. يا رب يا رب يجبر بخاطرنا وخاطرهم بحق لا اله الا الله يا رب يا رب. انتي بتكوني موجودة معهم كل لجنة؟ كل لجنة طبعا عشان اطمنها. بتفرق وجودكم بيفرق معاهم؟ اكيد طبعا اكيد. ربنا يقويكم يا رب يا رب يا رب. انا برضه قلقانين قلقانين قلقانين. ها قلقانين قلقانين من التاريخ ولا من الفيزياء اكتر؟ لا احنا علم علوم فاحنا فيزياء. الفيزياء ربنا يسترها ربنا يسترها ان شاء الله. تقول لهم ايه كده؟ تقولي بنات لبنتك كده والله الثانويه العامه الصعبه، كلمتين لطالب الثانويه العامه عامه، هي ديت مش حياه او موت ولا ان هي اخر الدنيا. وفي الاول وفي الاخر هو ده قدر ربنا سبحانه وتعالى اللي كاتبه لنا. بعبع الثانويه العامه كده في كل لا ما فيش حاجه اسمها بعبع. هو في الاول وفي الاخر انت مش هتاخدي غير اللي ربنا سبحانه وتعالى قاسمه لك وقاس، فلو كل واحد رضي اللي ربنا كاتبه هيبقى حياته زي الفل. هي في الاول وفي الاخر قضاء ربنا هو اللي هيكون. عايزه تخش كليه ايه؟ بس هتخش. طب يا رب ان شاء الله يا رب. الدكتوره كده احنا بنعمل اللي علينا ونقول يا رب ورب واللي رايد ربنا هو في الاخر اللي هيكون يعني. يا رب ان شاء الله يا رب. يعني حالا من القلق والتوتر زي ما انتم شايفين معانا الاولياء الامور في محيط مدرسه ام الابطال الثانويه بنات بمحافظه الاسماعيليه في انتظار خروج ابنائهم خارج المدرسه. طبعا مع يعني لحظات ودقائق قليله يعني بيتم فتح ابواب اللجان لخروج الطلاب بعد اداء الامتحانات اليوم. النهارده طلاب الثانويه العامه بيؤدوا امتحان التاريخ والفيزياء في شعبتيها العلميه والادبيه، ولكن اللي بيسود المشهد هو القلق والتوتر بين اولياء الامور خارج اللجان الامتحانيه وفي انتظار خروج الطلاب. طبعا هم داخل اللجان بيطلعوا يقولوا ارائهم في الامتحان وردود افعالهم من الامتحان. محافظة إسماعيلية بتستقبل امتحانات الثانوية العامة من خلال 31 لجنة على مستوى محافظة إسماعيلية. دعوات الأمهات يعني دائما أمام اللجان، الكل واقف مترقب، الكل واقف في حالة من القلق على أبنائه داخل اللجان الامتحانية، وبيطمنوا بمجرد خروجهم من الامتحان يعني يبدا الارتياح ويبدا الاستعداد للمره الثانيه على للماده اللي جايه بعد الامتحان. قلقانه بزياده النهارده صح؟ ربنا يستر ويعديها على خير يا رب. ربنا يعديها على خير. بنتك علمي؟ علمي علوم. ما شاء الله خير يا رب. ربنا معاهم ادعي لها يعني يكون بخاطرهم يا رب كلهم. ما يجيش على قد التوتر والتعب بتاع الاهالي والعيال، العيال ذات نفسها تعبانه. ربنا معاهم. فترة صعبة وحالة من القلق كده وحالة نفسية بيعيشوها خلال فترة الثانوية العامة. توتر. طب وهم تقولي بتقولي بنتك ايه عشان تطمنيها؟ ربنا معاهم ربنا معاهم. لا اقدر اقول لربنا ويقف معاهم يا رب ان شاء الله. يعني يمكن اللحظات الاخيره في الامتحان بينتهي في تمام الثانيه 10 ظهرا، ولكن اللحظات والدقائق الاخيره قبل فتح اللجان لخروج الطلاب هي بتكون الاصعب على اولياء الامور، بيكونوا يعني لانهم ينتظروا اي معلومه تطمئنهم سواء من خلال السوشيال او من خلال خروج ابنائهم خارج لجان الثانويه العامه.
الثانوية العامة بتتم من خلال يعني إجراءات أمنية مشددة لمديرية أمن الإسماعيلية، وبيكون في يعني عدة إجراءات قبل دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية، بتبدأ بتفتيشهم ومنع دخول التليفونات أو السماعات الذكية داخل الامتحانات، ومنع دخول أي مذكرات أو أوراق تخص مادة الامتحان. يعني تم فتح لجنة مدرسة أم الأبطال الآن لاستعدادا لخروج الطالبات من اللجان الامتحانية. مراقبين احنا غلبانين يعني مراقبين بيكونوا اول اللي يخرجوا من اللجان الامتحانيه. علمي ولا ادبي؟ علمي. قلقانين شويه؟ فتره صعبه جدا. بخير ان شاء الله. طب عملوا ايه الامتحانات اللي فاتوا؟ كانت صعبه والله. الفرنساوي كان كويس بس العربي كان وقته قليل، النحو كان صعب شويه جدا. انما الفرنساوي كان يعني لحد ما كويس. طب منهم تقول لهم ايه؟ طيب امي يكبر بخاطر المخاطره بصراحه، عشان احنا تعبنا خالص الفتره دي. لكم معايا يا رب ربنا يطمنكم ان شاء الله. يعني من أصعب اللحظات اللي ممكن تمر على أولياء الأمور، خاصة المتواجدين في محيط المدرسة في انتظار أبنائهم خارج اللجان الامتحانية. بدأت الطالبات يخرجوا من الامتحان ونعرف منهم ردود أفعالهم وآرائهم في الامتحان التاريخ والفيزياء اليوم اللي أدوه اليوم. امتحان أخباره إيه؟ امتحان أخباره إيه يا بنات؟ فيزياء ولا تاريخ؟ فيزياء. كويس؟ امتحان كويس؟ فيزياء ولا تاريخ؟ فيزياء. جات كويسة فعلاً؟ يعني امتحان كويس يعني الى الان الطالبات بيقولوا ان الامتحان كويس. والامتحان اخباره ايه يا بنات؟ اسئله صعبه وفي اسئله بتتحل عادي. دي تاريخ؟ اه. تاريخ اخباره ايه؟ مش قادره اتكلم. طويل ولا قصير؟ لا طويل وبيدوخ بس ان هو متعب. ربنا معاك. فيزياء ولا تاريخ؟ الامتحان اخباره ايه؟ وحش قوي. فيزياء ولا تاريخ؟ تاريخ. تاريخ طويل ولا ايه النقط اللي لا هو ما يتحلش اصلا. امتحان ما يتحلش. الامتحان ما يتحلش؟ اخبار الامتحان ايه؟ ما كانش حلو. امتحان اخباره ايه؟ الامتحان علم ولا ادب يا بنات؟ علم ولا ادب؟ انا علم. اسكت انت، اطلع بره، اطلع بره المدرسه. واضح ان في حاله من يعني الصدمه على وجوه طالبات الثانويه العامه، حزنهم على ادائهم في الامتحان، يمكن صعوبه الامتحان او طول الاسئله التي تضمنها الامتحان سواء في مادتي التاريخ او الفيزياء. وفي بعض الطالبات يعني في حاله نفسيه سيئه. امتحان اخباره ايه؟ Thank you.
علمي ولا ادبي؟ علمي ولا ادبي؟ طب الامتحان المفروض ايه؟ طالبات الثانويه العامه على امتحان ماده زي التاريخ والفيزياء زي ما حضرتكوا شايفين كده احنا مستنيين خروج الطالبات. معظم الطالبات بتقول ان الامتحان كان سهل؟ الحمد لله. تاريخ ولا فيزياء؟ لا والله مش قادره اتكلم. تاريخ ولا فيزياء؟ اعصابي تعبانه. مش عايز كويس؟ مش عايز. تاريخ ولا فيزياء؟ تاريخ كويس؟ يعني كان طويل ولا في نقط فيها مشكله؟ لا طويل، كان طويل جدا، ويعني الثلاث ساعات كفوا بالعافيه. واللجنه كانت شاده جدا. طب كان في نقط معينه خارج المنهج او خارج التوقعات؟ لا كانت في المنهج، بس كان طويل جدا، وكان كل شويه ربع ساعه نص ساعه توترنا جدا. الامتحان اخباره ايه؟ يعني تاريخ ولا فيزياء؟ تاريخ. يعني تاريخ. الامتحان اخباره ايه؟ كان كويس، التاريخ كان كويس. في حاجه كانت فيها كده واحده في تاريخ. كان في اسئله عليها جدل من خارج المنهج او بتحمل علم ولا ادبي؟ لا ما اعتقدش. انت علم ولا ادبي؟ امتحان اخباره ايه؟ زي القرف. تاريخ ولا فيزياء؟ فيزياء. فيزياء؟ ايه المشكله فيه طول الامتحان ولا الامتحان تعجيزي؟ والله تعجيزي. يعني خارج المنهج؟ ايوه. الامتحان ما فيهوش حاجه من المنهج اصلا، ما فيش حاجه من اللي احنا حليناها طول السنه. مش موجود. انا صاص مش موجود. امتحان اخباره ايه؟ تاريخ ولا فيزياء؟ تاريخ. تاريخ طويل ولا الاسئله؟ لا طويل وصعب وتقيل، وكان محتاج كان محتاج وقت اصلا، والكتب المفاهيم كانت متقطعه اللي احنا بنعتمد عليها في المفاهيم لانها متقطعه. زي ما حضرتكم شفتوا يعني صعوبة امتحان التاريخ والفيزياء، يعني ردود أفعال هنا من خارج الامتحان، يعني عدد كبير أكد من الطلاب صعوبة الامتحان وطول مادة التاريخ في وضع الأسئلة وتحتاج وقت أطول للإجابة. شكرا لكم مشاهدينا، كنا معاكم متابعة امتحانات الثانوية العامة، وشكرا لكم. شكرا.